الالبومات اللي احنا بنبيعها دي ليه بنبيعها فاضيه كده يعني ما فيهاش صور ليه يا ابني؟ مش بنبيعها لاجانب، الاجانب ما بيفهموش في الصور العربي. عادل سعيد. ايه ده ثروت حسين، ازيك؟ ازيك يا ثروت، عاش من شافك يا عم. ما انت لا بتسال ولا بتتصل، خلاص نسيت صاحبك؟ لا يا عم ما نسيتش ولا حاجه، ازاي بقى وانا اقدر انساك يا عم ثروت؟ بس هي مشاغل. ولا يا رمزي؟ نعم. مش فاكر ثروت؟ يلا فاكره طبعا يا دول يا استاذ ثروت. فاكر لما كنا بنحط لك الصواريخ ها اللي بتفرقع دي في كوبايه البرتقال تيجي تشربها تفرقع في وشك؟ جري يا رمزي. ايه بقى؟ ايه اللي فكرك بالحاجات دي يا اخي؟ ده احنا كنا عيال صغيره قوي. يعني ما كناش عيال صغيره قوي قوي، يعني كنا في ثانوي ساعتها. ما خلاص يا عادل، دي كانت حاجات قديمه وانتهت. يلا والله بس كانت ايام جميله. تعالى ثروت، تعالى اتفضل. رمزي روح هات حاجه يشربها لثروت، روح هات له برتقال. لا مش عايز برتقال. خلاص روح القهوه هات اي حاجه غير البرتقال. عيني عيني، منور يا استاذ ثروت. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا ثروت، والله منور يا اخي. ده انا مبسوط جدا ان انا شفتك. انت اخبارك ايه؟ انت يا عم لا بتسال ولا بتتصل، خلاص يعني ما بقيناش نعرف بعض غير علشان المصالح. لا ولا مصالح ولا حاجه، بس انت عارف المشاغل يعني يا ثروت. المهم انا جاي لك دلوقتي في مصلحه. انت عارف ان انا شغال في مصلحه البريد، والمصلحة كل سنة بتطلع مصايف لراس البر بسعر مخفض جدا، والعبد لله كان حاجز 4 تذاكر في الأتوبيس، أتوبيس مكيف وعشة متقفلة سوبر لوكس على البحر ب 350 جنيه بس. يا سلام يا سيدي، ربنا يكرمك يا عم. تروح وترجع بالسلامة؟ لا ما أنا مش هروح. يبقى أكيد مش هترجع بالسلامة. بعد ما حجزت ودفعت الفلوس، مرات رجلها كسرت امبارح، والدكتور قال إنها لازم تقعد في السرير لمدة أسبوعين. فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز، قالوا لي ما ينفعش. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ايه رايك لو تطلع بدالي ب 350 جنيه بس اسبوع كامل في راس البر وعيش على البحر؟ والله يعني انا بقالي كتير جدا ما طلعتش مصيف. خلاص يبقى تجيب ال 350 جنيه دلوقتي وتجهز نفسك بكره، وبعد بكره الساعه 6 الصبح تاخد الاتوبيس المكيف من قلب مدلة زغلي. ماشي، هي فرصة حلوة بس أنا يعني مش مجهز نفسي يعني. خلاص يبقى توافق بسرعة عشان تلحق تجهز نفسك بكرة. ماشي، هات التذاكر. هات الفلوس الأول. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت مش مأمن ولا إيه يا ثروت؟ لا طبعا، البرتقال اللي الأستاذ ثروت بيحبه. برضه جبت برتقال؟ رانيا عندي ليك مفاجأة جامدة جدا. ايه يا عادل؟ انت حقيقي اثبتت ان انت بتخلف؟ انا بتكلم بجد. عندي ليك مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش بقالنا كتير جدا؟ السوبر ماركت، التلاجة فاضية وما فيهاش أي حاجة بقالها فترة. لا 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 لا، سيبك من السوبر ماركت، دي كلها حاجات مقدور عليها. لا حاجة تانية ما عملناهاش بقالنا كتير جدا. بقالنا قد إيه؟ أنا جايب لكم النهاردة مفاجأة فظيعة جدا. جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة أسبوع. حياتي بجد يا عادل، ده خبر لطيف جدا. أنا مبسوطة جدا، أنا بقالي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي أروح أصيف. ميرسي يا عادل، ربنا يخليك لي. جهزي نفسك بقى، بعد بكرة الصبح هناخد الأتوبيس بتاع راس البر الساعة 6 صباحا. يا سلام يا عادل، دي ياسمين هتفرح جدا. أما أروح أقول لمامي إنك لاقي يحضروا نفسهم. لا 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 لا، استني استني، أصلي في عندنا مشكلة في الحكاية دي. إيه؟ إحنا معانا 4 تذاكر بس، يعني أنا وأنتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا. يعني إيه؟ مامتي ونجلاء يقعدوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبعا مش هينفع، بس هما يعني ممكن يقعدوا على حجر بعض هنا في البيت. انت بتهرج بقى يا عادل. بص بقول لك ايه، انا مش ممكن اطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء لوحدهم في البيت. خلاص صح، غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت. هما يسيبوا البيت فتره ما احنا بنصيف، نرجع من المصيف هما يرجعوا. انا ما امنش ان هما يقعدوا لوحديهم، انا اضمن مثلا ياخدوا حاجه ولا بتاع. بقول لك ايه، انا مش هطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء هنا. اشمعنى امك واختك؟ امي واختي بيعرفوا يعوم. مامتي واختي كمان بيعرفوا يعوموا؟ ايه ده، معقوله من غير عوامه؟ عادل بقول لك ايه، انا مش هطلع من غير مامي ونجلاء. انا بقول لك اهو. ايه اللي بتقولي له اهو؟ يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اصلا جايب 4 تذاكر، ال4 تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي. اقول للام واختي ما تطلعوش؟ لو مكسوفه اقول لهم انا. هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول؟ معقوله يعني؟ قولي بقى هانم، قولي ان انت زهقت منهم ومن قرفهم. بالظبط كده، اديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا. فعلا ده اللي نفسك تقوليه، انت اللي زهقانه منهم. لكن انا بالنسبه لي يعني من قلقهم وقرفهم ده فوق دماغي من فوق امي واختي. طب ايه رايك بقى ان انا هروح اقول لمامي ونجلاء ان احنا طالعين نصيف، ولو انت بقى شاطر وجدع ابقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا. ها رانيا،
ايه يا حبايبي في ايه؟ صوتكم جايب لاخر بير السلم. تلاقي رانيا نكدت على ابني زي عادتها. لا يا ماما ما نكدتش عليا ولا حاجه، مفيش حاجه. لا امال صوتكم كان عالي ليه؟ مامي اعملي حسابك ان عادل جاب لنا تذاكر علشان نروح نصيف في راس البر، ما تنسيش تحضري شنطتك. اخيرا يا ربي مش معقول. بجد هنصيف السنه دي يا عادل؟ لا 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 بس عشان تفهموا الموضوع صح، انا معايا اربع تذاكر بس، يعني في اتنين منكم مش هيطلعوا معانا. عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي، لكن لو انت غصبت عليا هضطر اوافق. وانا مش ممكن اسيب ماما تسافر لوحدها ابدا، وطبعا ياسمين وهي مسافره معانا مش هتلاقي حد تقعد على حجره غيري عشان بترتاح معايا، صح يا ياسمين؟ صح. يعني ايه الكلام ده؟ انا متعوده كل سنه اني لازم اطلع المصيف. مصيف؟ مصيف ايه يا ام مصيف؟ ما انت بقالك 3 سنين كنت بتصيف في بيتكو عشان الملاحق اللي كنت بتجيبيها. بقولك ايه يا رانيا؟ كده كده يا وحشه هتسيبي ماما لوحدها وتطلعي تصيفي لوحدك يا نادلة؟ لا يا ماما، لا يا حبيبتي، ما تعيطيش، ما اقدرش اسيبك البيت لوحدك ابدا. غاب. ايه لوحدك ايه بس يا حماتي؟ ما بنتك هتقعد معاك، انت خايفه ليه؟ يعني انت برضه مصر ان مامي ونجلاء مش هيجوا معانا؟ امال احنا اللي مش هنطلع؟ ايه يا عادل؟ ايه؟ انت اللي تجيب المصيف وتدفع فلوسه وامك ما تروحش؟ لو حصل كده لا انت ابني ولا اعرفك. ايه بس يا ماما ازاي يعني؟ معقوله؟ ماما انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ماما انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ايه ده يا رانيا؟ وانتوا هتسيبوني مع سناء لوحدي؟ ايه سناء دي؟ تلعب معاكي في الشارع؟ سناء حاف كده؟ شايفين؟ شايفين بتعمل فيا ايه وانا قاعده وسطيكوا كده؟ امال لما تسيبوني معاها لوحدي هتعمل فيا ايه؟ بس انا عندي فكره. فكره ايه يا ياسمين؟ انا وبابا وماما نطلع المصيف وبابا يختار واحده من تيتا وطنط سناء تطلع معايا، وماما تختار واحده من تيتا ونجلاء تطلع معاها، وبكده نبقى حلينا المشكله. فكره هايله. شفت حلتها العيله الصغيره. انا مش عيله صغيره، انا عندي 8 سنين. يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطط. يا رمز المشكله دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو؟ ايوه ايوه مرات عمي. ايوه هنا موجود اهو عادل. ايوه لحظه واحده بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجة، ربنا يخليك. يا ماما موضوع المصيف ده نتكلم فيه بعدين يا ماما، أنا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا أكيد طبعا. ماشي ماشي، مع السلامة. مع السلامة. عرفت إزاي يا دولة؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسأل على حاجة. شوفه. مفيش حد يا عم جاي يا عم. مفيش.